بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة سنقوم بدراسة جهاز متعدد القياسات. فهذا الجهاز جهاز جامع شامل يسمح بقياس عدة مقادير كهربائية، حيث يمكن استعماله كفولت متر لقياس التوتر في المستمر وفي المتناوب باستعمال المدخلين كوم. هذا المدخل يستعمل لكل القياسات، والمدخل في والذي يوافق التوتر لكن بوضع المبدلة على طبيعة التيار الذي سنقيسه. فإذا كان هذا التوتر توتر مستمر نضع المعدلة في هذه الوضعية، حيث يمكن قياس توترات تقدر بالميلي فولت إلى 1000 فولت أي 1 كيلو فولت، وفي المتناوب من الميلي فولت إلى 700 فولت. كما يمكن استعماله لقياس شدات التيار في المتناوب أيضا وفي المستمر، لكن باستعمال مدخلين MA والذي يعني ميلي أمبير، وA للتيارات القوية، ميلي أمبير للتيارات، MA للتيارات الضعيفة، وA للتيارات الكبيرة، حيث يمكن قياس تيارات تقدر بالميلي أمبير في المتناوب إلى 20 أمبير، وفي المستمر أيضا من ميلي أمبير إلى 20 أمبير. كما يسمح هذا الجهاز بتحديد قيم المقاومات الأومية أو إيجاد مقاومة ضارة أو إيجاد مقاومة سلك ناقل، وكذا مراقبة استمرارية ضارة أو البحث عن خلل، وذلك باستعمال المدخلين دائما مدخل كوم والمدخل الذي يوافق المقاومات أي الأوم، وبوضع المبدلة في الأوميتر. فالملاحظ هنا أن المدخل المشترك كوم كما رأينا يستعمل في كل القياسات، أما المداخل الأخرى فتستعمل حسب المقدار الذي نريد قياسه. كما أن لهذا الجهاز استعمالات أخرى كقياس سعة المكتفات ووضع المبدلة على هذه التدريجات، والتي يمكن قياس مكتفات تقدر بالنانو فراد إلى الميكرو فراد. كما يمكن استعمال هذا المدخل لتحديد الكسب في التيار HFE أو بيتا لمقاحل PNP أو NPN. والآن سنقوم ببعض القياسات أو بعض التجارب على هذا الجهاز. فنوصل السلك الأسود بالمدخل المشترك كوم والسلك الأحمر أو المسبر الأحمر بالمدخل في وأوم لقياس توتر بطارية مثلا، والتي نعلم أن قيمتها هي 4.5 فولت. فنضع المسبر الأحمر على القطب الموجب والمسبر السالب القطب السالب للبطارية، ثم نختار العيار المناسب وطبيعة التيار، حيث أن توتر البطارية توتر مستمر فنختار التوتر المستمر. وبما أن قيمة توتر البطارية هو 4.5 فولت، فإن العيار المناسب في هذه الحالة هو 20 فولت. نشغل الجهاز ثم نقوم بالقياس، فنلاحظ أن هذا التوتر يساوي 4.5 فولت. يمكن قياس مقاومة سلك نحاسي معزول، لكن بكشط طرفيه ونزع العازل عن الطرفين يمكن قياس مقاومته. فمقاومة هذا الناقل هي 2 أوم. كما يمكن استعمال نفس الجهاز لقياس توتر الشبكة، لكن لا ننسى بوضع مؤشر معدل في الجهاز على التيار المتناوب وعلى أقصى قيمة،
لماذا؟ لأن توتر الشبكة يساوي 220 فولت، وأقصى قيمة هنا هي 700 فولت. فنضع المؤشر على هذه القيمة ثم نقيس مباشرة دون أخذ بعين الاعتبار وضعية المصبرين. لماذا؟ لأن هذا التوتر غير مستقطب. فنلاحظ أن التوتر يساوي 236 فولت. كما يمكن مراقبة جودة الناقل الأرضي، فإذا كان التوتر بين المحايد والناقل الأرضي يساوي صفر، فمعنى ذلك أن هذا الناقل جيد. نبحث عن التور أولا، فنجد أن هذا المدخل هو التور، نقيس التوتر بين التور والمحايد فنجد 236 فولت. يجب أن نجد نفس التوتر بين التور والناقل الأرضي، ومعنى ذلك أن هذا الناقل الأرضي يعمل جيدا. والتوتر بين الناقل الأرضي والمحايد يجب أن يكون منعدما، وإلا فمعنى ذلك أن هناك عزل غير جيد إذا كان هذا التوتر مخالف للصفر. هنا نلاحظ أن التوتر بين الناقل الأرضي والمحايد يساوي الصفر، ومعنى ذلك أن العزل جيد وهذا الناقل يعمل بصفة جيدة.